طيب، واحنا لسه بنتكلم عن توجيهات الرئيس امبارح بخصوص حزمه الحمايه الاجتماعيه، تضمنت رفع الحد الادنى للاجور بنسبه 50% لتصل الى 6000 جنيه شهري. تفاصيل اكثر عن اهميه هذه القرارات معنا على التليفون الاستاذ مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر. صباح الخير على حضرتك، وبعد التحيه تابعنا هذه القرارات الهامه امس اللي وجه بيها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، لو نعرف من حضرتك اهميه هذه القرارات يا فندم. اولا يعني في ظل التحديات الاقتصاديه اللي موجوده دلوقتي، اما الدوله تقرر حزمه اجتماعيه بقدر او بقيمه 180 مليار جنيه يبقى شيء ايجابي جدا، وده يؤكد ان الدوله حاطه قدام عينيها المواطن وحالته الاقتصاديه وازاي تنهض بيه في ظل التحديات الاقتصاديه اللي موجوده دلوقتي. ويبدو من الوهله الاولى ان الدوله كمان معنيه بالفئات الاقل دخلا، هم دول الشغل الشاغل دايما بالنسبه للدوله وراس الدوله. فلو بصينا في القرارات اللي طلعت امبارح هنلاقي الحد اصحاب الحد الادنى للاجور يعني زادوا من 4000 جنيه الى 6000 جنيه، ودي نقله كبيره جدا واكبر يعني زياده في الحد الادنى للاجور على مدار التاريخ. دي نمره واحد. نمره اثنين هتلاقي ان اصحاب المعاشات زادوا 15%. نمرة ثلاثة هتلاقي كمان معاش تكافل وكرامة زاد 15%. يعني برضو من ضمن الاستفادات اللي هيستفيدها أصحاب الدخول الضعيفة كمان الحد زيادة حد الإعفاء الضريبي من 45 إلى 60 ألف جنيه سنويا. عظيم. لكن في نقطة مهمة برضو، أن أنت مبارح برضو دخلت 120 ألف شاب سوق العمل. يعني من ضمن القرارات توفير سيوله لتعيين 120 الف شاب، سواء معلمين سواء في القطاع الطبي وفي قطاعات اخرى كتير. فدي مهمه، فقللت معدلات البطاله. طبعا. فتحت بيت 120 اسره ممكن يبقوا ربع مليون نسمه، ممكن لما يخلفوا يبقوا عدد اكبر، يعني المساله كده يعني. طيب الفئات الاخرى هل القرارات نسيتها؟ لا بالتاكيد، لان يعني برضو من ضمن القرارات ان كل واحد هيزيد من 1000 مرتبه هيزيد من 1000 ل 1200 جنيه. من 1000 ل 1200 جنيه دول عباره عن علاوات سواء للخاضعين لقانون الخدمه المدنيه او غير الخاضعين، كل الاثنين هياخدوا 10% بحد ادنى 150 جنيه. في حاجه كمان اسمها حافز اضافي، يعني الدرجه السادسه هتزيد 500 جنيه وهيزيد يعني كل درجه بتزيد عن الاخرى ب 50 جنيه الى ان نصل الى 900 جنيه. ده بالاضافه الى بعض الفئات زي الاطباء وزي الاساتذه يعني في والمدرسين، كل دول اتعمل لهم فئات جديده يعني او دعم جديد لمرتباتهم بحيث ان هم يقدروا يواجهوا الحياه خلال المرحله اللي جايه. عظيم. الجماعه بتوع المعاشات بيسالوا ان ال 15% دي مالهاش علاقه بالزياده السنويه بتاعت شهر 7. لا هي بس هي تصرف لهم بدري. تصرف بدري شويه. يعني هي بدل ما تتصرف في شهر 7 على مرتب شهر 7 فهيتصرف منها اربع شهور. فهيبقى فيها اربع شهور كمان زياده. طبعا. ودي مناسبه كويسه ان حتى الحزمه دي جايه مع هتصرف مع ايام مع بدايات شهر رمضان، وانت عارف الاسره المصريه بتبقى مع بدايه رمضان مصاريفها ازيد شويه، فدي تقدر تساعد. تتبقى حاجه واحده، ان كلنا لابد ان احنا نتكاتف، سواء حكومه سواء دوله سواء مجتمع مدني سواء غرف تجاريه سواء الشعب نفسه، في مواجهه جشع بعض التجار اللي هو بيسعى دائما لالتهام كل زياده بتحاول تضيفها الدوله. طيب يا فندم، يعني من خلال حديث حضرتك ورؤيتك كمان، اي مدى شايف ان الدوله المصريه حريصه على تكثيف جميع الجهود لتخفيف الاعباء على المواطنين وتحديدا طبعا العاملين منهم، بما ان احنا بنتحدث عن هذه القرارات تحديدا، القرارات دي هيكون ليها تاثير على العاملين في الدوله في كافه القطاعات يا فندم، لاي مدى حضرتك شايف هذا التاثير؟ احنا ده بالتاكيد هيخفف جزء كبير من الاعباء اللي واجهها المواطن خلال المرحله اللي فاتت، واحنا يمكن شفنا كمان من الجهود المبذوله ان الدوله خلال الايام اللي فاتت بتحاول بشكل كبير جدا تخفيض قيمه الدولار في السوق الموازي ومحاوله تقليل اسعار السلع عشان خاطر تبقى المنظومه متكامله، لكن يجب ان احنا كلنا نعمل كمنظومه واحده عشان خاطر نواجه هذه التحديات. في تحديات ضخمه جدا ولما بتواجه الدوله ومع ذلك ما زالت مصره انها تساند المواطن وتقف جنبه وتدعمه عشان خاطر يقدر يواجه ويبقى حاسس ان الدوله دي وان دي بلده وتزود الانتماء عنده، وكمان المواطن بالتاكيد حاسس بقيمه اللي بتعمله الدوله رغم المشاكل اللي بتواجهها.
نشكر حضرتك، شكرا جزيلا سيد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، شكرا لحضرتك يا فندم.